بدأ صباح اليوم في الكويت التصويت في انتخابات مجلس الأمة، وفتحت مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس أبوابها أمام الناخبين الكويتيين للتصويت في الفصل التشريعي الجديد الذي يمتد 4 سنوات، ويتنافس على مقاعد البرلمان 293 مرشحا بينهم 14 امرأة، فيما يحق ل 483,186 ناخبا يحق لهم التصويت بالانتخابات البرلمانية التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد لاختيار 10 مرشحين عن كل دائرة انتخابية. وكان أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح أصدر في 16 من أكتوبر الماضي مرسوما بحل مجلس الأمة. العرض التالي يتضمن المزيد عن انتخابات مجلس الأمة الكويتي، نتابعه.